لم تشهد المتاجر اليابانية نسبة الانفاق المتوقعة من السياح الصينيين خلال عطلة العام القمري الجديد هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي، فقد حالت قوة عملة الين وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين إلى تراجع ملحوظ في ظاهرة أطلق عليها موجة الشراء المتفجرة أو المحمومة التي شهدتها اليابان عام 2015 والتي أطلق عليها بوكاجي. وكان أصحاب المتاجر اليابانية قد وضعوا استراتيجية لمبيعاتهم تعتمد على السياح الصينيين الذين يفدون إلى اليابان في مثل هذا الوقت من العام، بعد أن حققت حركة الشراء العام الماضي ازدهارا غير مسبوق في المبيعات، إلا أنهم فوجئوا بأن مبيعاتهم حققت تراجعا يصل إلى 25%، رغم أن أعداد هؤلاء السائحين لم تقل عن مثيلتها في العام الماضي. ورغم أن بعض المتاجر اليابانية قدمت لزوارها من السائحين الصينيين عدة مميزات منها بضائع معفاة من الضرائب خلال الأسبوع الثاني من فبراير الحالي، فقد قلت نسبة الإنفاق للسائح الواحد بواقع 15% مقارنة بالعام الماضي. ويرى بعض السياح الصينيين أن جودة المنتجات في بلادهم والتي تشهد تحسنا مستمرا جعلتهم ينصرفون عن شراء احتياجات الحياة اليومية من اليابان خلال العطلات. وفي عام 2015 تضاعف عدد السياح القادمين من البر الصيني إلى اليابان ليبلغ 5 ملايين سائح مقارنة بعام 2014، مما ساهم في أن يصل إجمالي عدد السائحين الذين زاروا اليابان إلى نحو 20 مليون سائح، وهو الهدف الذي كانت الحكومة تأمل في تحقيقه بحلول عام 2020.